فيه. غريب. واحد غريب. الطيارة هيشد يعني. لحد دلوقتي يا جماعه الجثمان بتاع الغريق يطفو امام المركب اللي عليها شرطة المسطحات المائيه. اكيد في وسائل لانتشار الجثمان، مش بيتم انتشار كده، من واضح ان الجثه متحلله. هم شايفين جماعة العثور على جثمان لشخص يطفو على سطح نهر النيل في الكورنيش. تم هي عملية حركة الموقع جاري انتشار الجثمان. زي ما شايفين حضراتكم هو يعني هما بيحاولوا يتوصلوا بيه اهو. مش خطط